ودلوقتي ميعادنا مع فقرة السبورة. زي ما انتم عارفين فقرة السبورة بيبقى فيها أمور تكتيكية خاصة بالأمور الفنية في مباريات الأهلي. النهاردة هنتكلم على مباراة الأهلي والإسماعيلي مع زميلي العزيز كريم سعيد. كريم، عندك إيه فقرة السبورة؟ طبعا يا محمد، كعادة مباريات الأهلي والإسماعيلي أكيد بيبقى فيها حاجات تكتيكية سواء بنتفاجئ بيها أو بتبقى غريبة علينا من مباريات الأهلي والإسماعيلي السابقة. المباراة دي أنا فاجئت بكل أمانة، على المستوى الشخصي فاجئت إن الكابتن إيهاب جلال كان بيلاعب النادي الاهلي. هو شايف النادي الاهلي طبعا مستوى النادي الاهلي بقاله مع مارسيل كولر من السنه اللي فاتت المستوى بيتطور وسرعه اللعب بتزيد جدا. لقيت الكابتن ايهاب جلال بيلعب بهاي لاين ديفنس من نص الملعب، حاطط الرباعي الدفاعي بتاعه بالظبط بالظبط في يعني التلت الاول من ملعبه، وعايز يقلل مساحه التمرير على النادي الاهلي. طبعا طريقه خطره للغايه، وببساطه نتج عنها النادي الاسماعيلي استقبل 3 اهداف في 65 دقيقه. النادي الاهلي شفنا يا محمد سرعه التمرير في وسط الملعب، وشفنا وعايز كمان نتكلم بالتحديد على الهدف الاول والهدف الثالث، خصوصا لمسه امام عاشور ولمسه رضا سليم، وازاي ان هما بيفكوا اي تكتل دفاعي. اوكي انت فكرتك انت عايز تقلل مساحه اللعب عليا، ببساطه معايا لعيبه حريفه، لعيبه كويره، بيبداوا في لحظه تمريره واحده او حركه واحده بيعملوها بيفكوا كل حاجه. شفنا الكعب اللي عمله امام عاشور في الهدف الاول حسين شحات، كان انت شايف قبل كعب امام عاشور شايف زحمه، في زحمه والاهلي عمال يدور الكوره، فجاه امام عاشور خد المساحه دي عمل الكعب خلاص. طيب عايز اروح بقى للهدف الثالث، برده كان في زحمه في النادي الاهلي في الشوط الثاني في الجبهه دي، رضا سليم بكره واحده فك ليه طاهر محمد طاهر الزحمه وخلاه يروح ما يشبه الانفراد، وطاهر محمد طاهر فضل ان هو يلعب الكره العرضيه عن ان هو يسدد. تعالى بقى اقول لك كمان ان عيب الطريقه اللي لعب بيها كابتن ايهاب جلال في حاجه تانية، ان خلت احمد نبيل كوكا يعمل ثرو باس تقريبا من 40 او 50 يارده، تتكلم الكوره يعني ضرب بيها خطين كاملين بلمسه واحده. فرقه النادي الاهلي لاعب واقف هنا اهو مع الكوره، ولاعب قطع له حسين الشحات شاف الهاي لاين ديفنس وراح قاطع من هنا اهو. بص كام لعيب اتضرب، مش اقل من 7 لعيبه على الخطين اتضربوا بتمريره واحده، لان النادي الاهلي واصل من السيطره ومن الاستحواذ ومن القدره الفنيه والتكتيكيه في نص ملعب ان هو يقدر يوصل من نص ملعب المنافس بيه تمريره واحده. فدي كانت ابرز نقطه تكتيكيه شفتها في المباراه، ان كان في وجهه نظري الشخصيه اختيار خاطئ من الكابتن ايهاب جلال ان هو يلعب بدفاع متقدم، لان هو واحد ما تقدرش تجاري سرعه لعيب النادي الاهلي في وسط الملعب، والحاجه الثانيه ما تقدرش كمان ان انت تجاري سرعه مهاجمين النادي الاهلي اول ما هيفتحوا سبرنتات معاك في الثلث الاخير.